السلام عليكم. مجموعة مدارس سيدي محمد بن مبارك تقدم لكم درس محيط الدائرة ومساحة القرص. كما نعلم أن الدائرة هو شكل غير ممتلئ من الداخل، والدائرة تتكون من شعاع ومركز وقطر. ولكي نقيس محيط الدائرة نطبق القاعدة الآتية: القطر في بي، قيمة بي تعادل 3.14. وكمثال تطبيقي، دائرة قطرها 6 سنتيمتر، إذا محيط هذه الدائرة هو 6 × 3.14، أي 18.84 سنتيمتر. والقرص هو شكل ممتلئ من الداخل، ولنقيس مساحته نطبق القاعدة التالية: الشعاع في الشعاع في بي. وكمثال تطبيقي، قرص شعاعه 3 سنتيمتر، مساحته هي 3 × 3 × 3.14، أي 28.26 سنتيمتر مربع. وكخلاصة، محيط الدائرة يساوي القطر في 3.14، ومساحة القرص تساوي الشعاع في الشعاع في 3.14. لنمر إلى التمارين التطبيقية. التمرين الأول: أنشئ دائرة قطرها 4 سنتيمتر ثم أحسب محيطها. التمرين الثاني: قرص شعاعه 2 سنتيمتر، احسب مساحة هذا القرص. حاولوا أن توقفوا الفيديو حتى تجيبوا عن الأسئلة.